شهر الصيام لقد كرمت نزيلا، ونويت من بعد المقام رحيلا. طوبى لمن قد صح فيك صيامه، ودع المهيمن بكرة وأصيلا. تبكي المساجد حسرة لفراقه، إن عطلت من بعده تعطيلا. كانت لياليه الملاح مواسما، للخير تفضل غيرها تفضيلا. وأخص من بين الليالي ليلة فيها المهيمن أنزل التنزيلا. نتوجه إلى تطوير ودعم لأعمالنا داخل السوق التركية بفضل شركاء العمل ورفقاء العمل في مجموعة امتلاك وفي شركاتنا العقارية. سعيد جدا بهذا الحضور الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرر علينا بنجاحات كبيرة. آمنا بهذا البلد وبما يحتوي من فرص استثمارية، وسوقنا له ودعينا المستثمرين للاستثمار داخل تركيا. أنا أرغب أن أشكركم جميعا على ما قدمناه وما صبرنا عليه في هذا البلد، وأن نؤمن أن هذا البلد ما زال فيه الخير لجميع المستثمرين والجميع المقيمين فيه. رغم جميع التحديات والتشويه الممنهج للاستثمارات الأجنبية في تركيا. شكرا ديورم. إن شاء الله تكرار وتكرار برابر جزال إفطارلار يطمايا دعا ديورس. النقطة اللي وصلنا لها اليوم هي نقطة نجاح، وأصبحنا يعني أحد قادة النجاح في قطاع العقاري للأجانب. أكيد بجهودكم جميعا، بجهود المدراء اللي معنا، الأخوة في التيم ليدر سوبرفايزر الله يعطيهم العافية، كانوا معنا منذ فترة طويلة. الأخوة في المبيعات الله يعطيهم العافية، يعني عم يتحملونا شغل بدون يعني بدون عطل، بدون اجازات، حتى بالعيد بيشتغلوا معنا. كذلك الامر بالنسبه للاستشارات العقاريه، حتى برمضان في ناس ما بتعرف انه احنا برمضان في عندنا دوام بعد الافطار، ببلش الساعه 11 12 بيستمر لبعد منتصف الليل. يعني كل هالامور هي اكيد يعني اذا جمعناها جنب بعض فهي اللي بتسبب النجاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أن لا إله إلا الله.